السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في قناة مورو بارفا. اليوم جبنا لكم موضوع ان شاء الله ينال اعجابكم، ان شاء الله الناس كل تستفاد منه ان شاء الله. موضوعنا اليوم هو كيفية علاج مرض صلع عند الطيور. هو عنده فيه عوامل كتير، هو مرض صلع. اليوم جبنا لكم حل ان شاء الله عن تجريب مجرب، ولو لقينا نتيجة لقى نتيجة الحمد لله. وريت لكم فيديوهات للطير من نهار كان أصلع. هنا في الفيديو شوية نبت الريش، هنا ديجا درنا له طبقنا له العلاج. كي لقيت نتيجة الحمد لله قلت ندير لخاوتي فيديو. العلاج إن شاء الله ما يسقامش وطبيعي ومتنافي متناول الجميع. كاين الدواء تاعو كاين عند العقار والقسط الهندي. تبعوني تك نوريكم كيفيه الخلطه، كيف نديروا الخلطه، كيف نديروا مقادير. تبعوني ان شاء الله نكمل معكم الفيديو، وتبعوا الفيديو للاخر باه الناس كل تستفاد، وان شاء الله يعجبكم اخوتي. السلام عليكم ورحمه الله. خاوتي السلام عليكم، رجعنا لكم نتلكم كيف نديروا الخلطه تاعنا. حنا نجيبوا قسط الهندي او تلقاه عند العقار، وثمن رخيص معليش. المقادير نديروا مغرف كبيره، درك نوريكم كيما في الصوره. مغرف كبيره ما تعمرهاش ياسر كيما في الصوره، هنا ما تعمروهاش ياسر. وجيب لتر من الماء، إطرا ماء، ونحطو القسط الهندي. نجيبو ورقة هكا باه ما تروحلناش الكيل، هذا هو القسط الهندي، إطرا من الماء، مجرب وضربة ضربة خاوتي للريش. مليحة الكبدة، جربتها عندي فيديو قبل في القناة. نخلطوه مليح. هذه القرعة لتر من الماء هذا نخليه 24 ساعة قبل ما نبدأ العلاج. 24 ساعة القسط الهندي يتحل في الماء. بعد 24 ساعة نجيبو شرابة مشربية تاعك، مادا بيك بدير واحدة كبيرة. أنا جبتلكم هذه باه نوضح برك. تجيب مشربية تاعك تحطها له كل صبحة ثلاث مرات يومين، كل مرة كل يوم تحط له مشربية. ما تخليلوش الماء ياسر، ربع سوايع خمس سوايع نحيله ورجع له الماء عادي. حطها له على الصباح، في الليل نحيله الماء. الصباح حط له مشربية تاع قسط الهندي وتبع عند العقار، ربع سوايع خمسة نحيلو المشربية، ثلاث أيام ورجع لي الخبر الأخ. أنا عن تجريب عندي الفيديو، شفت الطير. ما صورتش الفيديو على الأول، ما صورتوش كي كان في أصلع خلاه. بديت الفيديو كي نبت الريش، كي لقيت النتيجة، كي لقيت النتيجة مليحة قلت ندير لكم فيديو إن شاء الله نستفادوا به كل. وزيدوا جربوا خاوتي، هو حاجة طبيعية يعني ما تضرش الفرخ. هو قسط الهندي معروف ينشط الدورة الدموية، لهذا هو مليح للكبد ومليح للريش. هادم زوز حوايج يتبعوا شوية الدورة الدموية. المهم فيديو ان شاء الله يكون ينال. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.